الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، مع درس جديد من دروس فقه تأويل القرآن الكريم مع سورة آل عمران. الوقفة اليوم على الآية 36 من هذه السورة، مع قول الله عز وجل: فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هذه الآية الثانية في قصة ولادة مريم رضي الله عنها. الآية السابقة 35 كان فيها الكلام على نذر أم مريم بقوله تعالى: إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. الآن كلام عن وضعها، قال: فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فلما وضعتها، الآية معطوفة على الآية السابقة بحرف الفاء، الفاء حرف عطف، والفاء تدل على العطف السريع أو الترتيب مع التعقيب الفوري. إذا كان السياق أراد السرعة فيعطف بالفاء، وإذا أراد التأني أو البطء أو التطويل فيعطف بالواو، وإذا كان بطء أكثر يعطف بثم. كل شيء محسوب حسابه في العطف في كتاب الله تعالى. هنا فلما وضعتها مباشرة انتهى النذر وحان وقت الولادة، ووضعت تلك المرأة ما في بطنها. هذه واحدة. الثانية كلمة حول لما على السريع. لما ظرف زمان للماضي يتضمن معنى الشرط. ظرف زمان للماضي يتضمن معنى الشرط عكس إذا. تكلمنا عن إذا في حديث سابق، وقلنا إذا ظرف زمان للمستقبل تحتاج إلى فعل شرط وإلى جواب شرط. لما ظرف زمان للماضي تحتاج إلى فعل شرط وإلى جواب شرط. هنا فعل الشرط وضعتها، جملة فعلية كاملة. جواب الشرط قالت رب إني وضعتها أنثى، أيضا جملة كاملة جواب الشرط. وضعتها، المراد هنا بالوضع الولادة. والقرآن استعمل كلمة الوضع بمعنى الولادة، وتضع كل ذات حمل حملها مثلا. والولادة وضع، لأن المرأة تحمل جنينها في رحمها، وهذه أمانة، أمانة في رحمها، تبقى الأمانة معها 9 أشهر. فإذا حان الولادة تضع ما في بطنها وتسلم هذه الأمانة. فالتعبير عن الولادة بكلمة وضع عبارة عن تسليم للأمانة ما في بطنها، وهذا مقصود في كتاب الله تعالى. لما وضعتها، التاء تاء التأنيث، وها مفعول به مؤنث. لاحظ معنى، قال وضعتها ثم قالت بعد ذلك ربي إني وضعتها، برضو مؤنث أنثى، ثم قال الله أعلم بما وضعت. لاحظوا تأنيث مذكورة 3 مرات. وضعتها، وضعتها
ثم أعلم بما وضعت. بينما في الآية السابقة ماذا قال؟ قال ربي إني نظرت لك ما في بطني محررا. لاحظوا إخواننا روعة التعبير ودقة التعبير. لما كانت المرأة حامل كان كل أملها أن يكون ما في بطنها ذكر، ذكر. فماذا قالت؟ نظرت لك ما في بطني محررا، مذكر محررا، ولم تكن محررة. إخوان القرآن لما يختار الكلمة بيختار الكلمة المناسبة للسياق وللمعنى، ويراعي نفسية المرأة الناذرة. كانت ترجو أن يكون ما في بطنها ذكر، فقالت نظرت لك ما في بطني محررا ولم تكن محررة، تطمع في الذكر وليس في الأنثى. الآن أنجبت، طلعت بنت، فماذا قالت؟ وضعتها بتاء التأنيث، وهذا أمر ملحوظ في تاء التأنيث ثم الهاء ضمير المؤنث. فوجئت المرأة بعكس ما كانت ترجو وتأمل، فقالت ربي إني وضعتها أنثى. لماذا قالت هذا الكلام؟ هي أولا لا تعلم رب العالمين ولا تخبره، فالله عالم بما في بطنها، والله عالم أنها وضعت أنثى. فإن هذه المرأة لما قالت وضعتها أنثى لا تريد أن تقدم علما لله، وحاشا لله، ربنا أحاط بكل شيء علما، لكنها قالت هذه الجملة من باب حزنها على ما وضعت، حزنها، وتبث حزنها لرب العالمين، تبث شكواها، تبث أسفها. هذه الولادة لا تتفق مع النذر. كانت ترجو أن يكون ما في بطنها ذكر ليتحقق النذر محرر. الآن تقول يا رب هذا ما أعطيتني، أنا حزينة، أتألم لأني وضعتها أنثى. لاحظوا، إذن هنا جملتها تحس فيها لغة الحسرة، لغة الأسف، الألم، الألم لما قالت ربي إني وضعتها أنثى. ربي نفس الشيء كنا عنه في الأسبوع الماضي لما قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا. الآن ربي إني وضعتها، محذوف الياء يا المتكلم، ما قال ربي، قال ربي، وحذف الياء هنا لأنها تشعر بقربها من الله تعالى عندما تناجيه، عندما تدعوه، فحذف الياء في ربي هنا أيضا لقربها من الله وأنسها بالله واطمئنانها في مناجاتها لله ودعائها لله سبحانه وتعالى. ماذا قالت؟ ربي إني وضعتها أنثى. إني توكيد، إن حرف توكيد، وضعتها أنثى، وأنثى هنا حال المرأة الحامل، إما أن تضع ولد أو أن تضع بنت، إما ذكر وإما أنثى، هنا أنثى حال، يعني المولود الآن جاء بنتا أو جاء أنثى. أنثى نكرة، وكأنها لا ترغب في أن يكون مولودها أنثى لأنها نذرت، فكان رغبتها أن يكون ذكرا، فلما قالت أنثى هكذا يعني كأنها لا ترغب في هذا. لكنها كما قلنا في حديث سابق، أم مريم امرأة مؤمنة، مؤمنة بالله، وترضى بقدر الله، وهذا الجنين بقدر ربنا، تحمل ذكر تحمل أنثى، هذا تقدير رب العالمين سبحانه وتعالى. والمرأة المؤمنة ترضى بما تحمل، وزوجها المؤمن يرضى بما تحمل امرأته. أما إذا رأينا بعض الرجال يكره أن تولد له بنت فهذا لا يرضى بقدر الله سبحانه وتعالى، هذا إيمان بالله ضعيف. المرأة إذا كرهت أن تنجب بنتا أو أنثى
إيمانها بالله ضعيف. فتح اختيار الجنين ليس برغبة المرأة ولا برغبة زوجها، بل هذا بتقدير الله سبحانه وتعالى، وربنا حكيم كما قال الله سبحانه وتعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. كل هذا بحكمته سبحانه وتعالى. ولكن المؤمنون إخواننا الكرام، الزوج المؤمن والمرأة المؤمنة يرضيان بقدر الله سبحانه وتعالى، فإذا كانت بنتا يحمدان الله على ذلك، وإذا كان ذكرا يحمدان الله على ذلك ولا يدريان. فقد تكون البنت هذه أبر من الذكر مثلا وفق تقدير المولى سبحانه وتعالى، فهذا أمره يتعلق بيد بعلم الله عز وجل. وربنا قال: ويعلم ما في الأرحام، وهذا خاص بالله سبحانه وتعالى. نمسك معاكم كلمة أنثى. أنثى تطلق على المولودة البنت، وهي كلمة مقابلة للذكر، واللغة العربية لغة يعني دقيقة، سمت البنت أنثى، وأنثى مشتقة من الأنف أنثى، ومعنى أنثى في اللغة أنثى الشيء، صار لينا. فكلمة أنثى فيها معنى الليونة ومعنى الرقة. وربنا فطر بنات حواء في الغالب على هذا المعنى، وربنا حكيم سبحانه وتعالى. ربنا خلق البنت أنثى، وهذه الأنثى فيها هذا المعنى. فطرة المرأة طيبة التي لم تتغير فطرتها، الآن صار الدنيا تغيرت والفطرة تغيرت والطبيعة تغيرت، والإناث ما عاد إناث إلا من رحم الله، إلا الصالحات منهن. البنات الأوروبيات يبدو الأمر تغير عندهم. المهم، فالمرأة أو الأنثى حياتها وشخصيتها وطبيعتها تقوم على الرقة وعلى المشاعر وعلى الليونة وعلى العواطف، ولهذا يرغب فيها الرجل لرقتها. فلما يقال هذه المرأة يعني مسترجلة، هذا ذم لها، ذم لها. مدح المرأة في رقتها وجاذبيتها وعاطفتها وشاعريتها وليونتها في هذا الأمر. والذكر بعدين نتكلم عنه بعد قليل إن شاء الله تعالى. هذا ماذا قال الشاعر الجاهلي؟ ماذا قال؟ قال: كتب القتل والقتال علينا، وعلى النساء جر الذيول. جر الذيول عن الرقة، مأمنة في بيتها، معززة، مكرمة، مأمنة، مخدومة، مأمنة لها كل شيء. والرجال بيطلعوا بينزلوا بيقاتلوا بيحاربوا بيشتغل أعمال شاقة وكذا، وهي في بيتها في رقتها وفي أنوثتها. فأنوثة المرأة من كمال جمالها وكمال رقتها، وإذا فقدت أنوثتها ورقتها فلم تعد أنثى، وصارت عبارة عن جنس مؤنث لكن ليس فيها أنوثة، وهذا ليس فيها الحقيقة. مدح لها بهذا الاعتبار: ربي إني وضعتها أنثى. انتهى كلام أم مريم. ماذا قال بعدها؟ قال: والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. جملتين، هذه جملة معترضة، وهذا كلام الله سبحانه وتعالى جاء وسط كلام أم مريم. لاحظوا، قالت: ربي إني وضعتها أنثى، ثم ماذا قالت بعد ذلك؟ وإني سميتها مريم. لاحظوا الآية، قالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. الجملة الأولى والجملة الرابعة كلام أم مريم. الجملتين اللي بالنص تسمى جملة اعتراضية، وهذا كلام من الله سبحانه وتعالى.
أدخل كلام الله وسط الإخبار عن كلام تلك المرأة. حيوية العرض، عرض حي. الآية تخبرنا عن ماذا قالت امرأة عمران أم مريم. أثناء الإخبار يتدخل السياق القرآني فيقدم جملتين معترضتين من الله سبحانه وتعالى تعليقا على الحادثة قبل أن تكمل أم مريم كلامها. إيش بتسمي هذا؟ هذه قوة العرض، هذا إعجاز، هذا حيوية العرض. جملة معترضة وفي هذا التفات، التفات. لاحظ، قالت ربي إني وضعتها أنثى، تخاطب رب العالمين، قالت ربي إني وضعتها، تتكلم عن نفسها. الآن قال والله أعلم بما وضعت، التفات من المتكلم إلى الغائب، متكلم وضعتها أنثى إلى الغائب، والله أعلم بما وضعت. الالتفات هو تغيير الحالة أو تغيير الموجة، على رأي الفضائيات تغيير الموجة. تكلم متكلم بنتقل للمخاطب أو للغائب، كما في الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إخبار إخبار إخبار، إياك، صار مخاطب، إياك نعبد. هنا متكلمة، ربي إني وضعتها أنثى، الآن الله غائب، والله أعلم بما وضعت. تغيير الموجة، لماذا هذا تغيير الموجة من المتكلم إلى الغائب؟ حتى إثارة الانتباه ومتابعة الاستمرار في المتابعة والحيوية، حتى واحد ما يفقد اتصال مع العرض القرآني. قال والله أعلم بما وضعت. طبعا معترضة، الواو استئنافية، جملة معترضة. أحال إلى علم الله، الله أعلم بما وضعت. هنا تخبرنا الجملة أن الله العليم الحكيم، أولا كان حكيما في اختيار أن تحمل بأنثى عكس رغبتها، رغبتها كانت أن تحمل بولد ذكر، وربنا أراد أن تحمل بأنثى ليبني على هذا قدره فيما بعد، الآيات اللاحقة بعد ذلك. هذه الأنثى فيما بعد سوف تنجب عيسى بعد ذلك. لو أن امرأة عمران أنجبت ولدا، من فين حيجي عيسى؟ ربنا حكيم، هنا ربنا حكيم. ذلك ماذا قال؟ الله أعلم بما وضعت. وفي قراءة ثانية عشرية ابن عامر ومن معه، والله أعلم بما وضعت، بما وضعت. على قراءة ابن عامر ومن معه بما وضعت ما في التفات، كلامه متواصل متواصل. أما على قراءة عاصم ومن معه، الله أعلم بما وضعت، إخبار، تاء التأنيث بما وضعت. لاحظ معي العجيب إخواني الكرام، أحيانا بعض الناس يعني يسيئون الأدب مع القرآن ومع قصص القرآن. هنا أحدهم تكلم بكلام فاجر عن هذه الجملة، الله أعلم بما وضعت. ماذا قال هذا الرجل الفاجر؟ أقول هذا ما بالتحذير من بعض الأفكار. هؤلاء أصحاب العقول المبرمجة على البرمجة الأوروبية، عقل ميد إن لندن، هذا مشكلة، هذا مشكلة. مقاييس غربية، فهم غربي، فهم مادي، ليس إيماني ولا ديني ولا غيبي. ماذا قال ذلك صاحب العقل الصغير هذا؟ قال هي ظاهرها مريم ظاهرها أنثى، أنثى، لكن حقيقتها ليست أنثى. إيش بتطلع؟ قال كانت خنثى، فيها علامات ذكورة وعلامات أنوثة، فيها قسم تذكير في جسم وجسم تأنيث. إيش عرفك فيك أنت يا غبي أنها كانت خنثى؟ تفحص جسمها بيولوجياً وفي علامات تذكير وعلامات تأنيث وكانت خنثى.
هذا إنسان بذيء يتكلم كلام هذا، هي أنثى حقيقة. ليش قال كانت أنثى؟ بيقول لما ربنا قال والله أعلم بما وضعت عازي كذب أمها، يقول ايش عرفك انت فيها؟ هي ظاهرة أنثى لكن حقيقتها خنثى مش أنثى، بس انت ما بتعرفيها. شوف هذا أبو العريف، هذا الغبي هذا، لاحظ معي. لأن هنا مريم كانت أنثى كاملة أنوثة منذ أن وضعتها أمها، وضعتها أمها ولم تكن خنثى، أنثى. وربنا أراد أن تأتي بآية من آيات الله لما أنجبت بعد هذا عيسى عليه السلام. إذن هنا لما ربنا قال والله أعلم بما وضعت، ما أراد التشريك في أنيستها، بل أراد الإشارة. انتبه، أرادت هذه الجملة الإشارة إلى حكمة الله تعالى التي غابت عن أمها، حكمة الله التي غابت عن أمها. إن الله تعالى أراد أن تكون أنثى عشان بعدين لما تكون فتاة صبية تحمل بعيسى آية من آيات الله سبحانه وتعالى. وكأن الآية تقول لأمها لا تحزني، لا تتأسفي، لا تتحسري إنه خليتك تخلفي أنثى، فهذه الأنثى سيكون لها دور عظيم، دور عظيم فيما بعد، وتكون معرض لآية عظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى. ومعنى هذا إذا نحن نرضى بقدر الله سبحانه وتعالى. يقول لها الله أعطاك يا أنثى عشان ترضي أنت بقدر الله. وبعدين لما أنجبت عيسى عرفنا حكمة ربنا أن اختارها أنثى ولم تكن ذكر بهذا الاعتبار. لاحظوا، ومعنى هذا إخواننا الكرام، المؤمن، المؤمن دائما يرضى بما يختاره رب العالمين. أنت توقن أن الله عليم حكيم، وأن الله يختار لك ما فيه الخير، ويختار لك أحيانا عكس ما تريد أنت، عكس ما تريد أنت. أنت تريد شيئا وربنا أراد شيئا آخر، فأنت تبرمج خياراتك وفق مراد الله سبحانه وتعالى. أريد شيئا وربي ما أعطاني الشيء هذا، ربي أعطاني غيره، فإيمانيا وعقيديا أنا أتخلى عن مرادي وعن رغبتي وأرضى بخيال الله تعالى. ولهذا فيما بعد، بعد فترة سنة أو سنوات، يظهر لي الحكمة فيما اختاره الله لي سبحانه وتعالى. وهذا معنى الإيمان بالقدر والرضا بقدر الله تعالى. أم مريم أرادت ذكرا، ولو أنجب الذكر ممكن يكون عادي ما عنده مشكلة، وربنا أراد أن تكون عشان تحمل بعيسى من آية من آيات الله تعالى بعد هذا. وهذه حكمة الله عز وجل، هذه الثانية. بعدها ماذا قال؟ وليس الذكر كالأنثى، الجملة الثانية المعترضة أيضا. وليس الذكر كالأنثى معطوف على الله أعلم بما وضعت، أيضا من كلام الله تعالى، هذا هو الراجح، وليس من كلام أم مريم. ربنا يقول لها أنا أعلم بما وضعتي، أنا أردت أن تضعي أنثى، وأنا أقول لك ليس الذكر كالأنثى، كلام الله سبحانه وتعالى، ليس الذكر كالأنثى. هنا العجيب ماذا قال؟ ليس الذكر كالأنثى، ولم يقل ليس الأنثى كالذكر. دقة التعبير القرآني، أرجو الانتباه إلى دقة التعبير القرآني. قال ليس الذكر كالأنثى، ولم يقل ليس الأنثى كالذكر. هي الآن أنثى ولا تصلح لنذر أمها، لا تصلح نظرتها أمها كي تكون لله خادمة لبيوت الله لمعابد الصالحين، والأنثى لا تصلح، الذكر يصلح. لكن هو لما قال ليس الأنثى كالذكر أنها دونه في موضوع الخدمة لا تصلح، لكن ماذا قال؟ ليس الذكر كالأنثى، فبدأ بالأقوى وهو الذكر وأخر الأضعف وهي الأنثى. لماذا؟ للإشارة إلى نفسية أمها التي ما زالت كانت ترجو أن تلد
ذكرا. فلما قال ليس الذكر ما زال رغبتها أمها ولهفتها أن يكون المولود ذكرا، فماذا قال لها؟ ليس الذكر كالأنثى. وهذا يسمى هذه الإيحاءات أخوانا الكرام، هذه الإيحاءات النفسية أو الإشارات النفسية للآيات القرآنية أو الكلمات القرآنية. وبهذا يتألق القرآن، يختار القرآن الكلمة المناسبة التي تتوافق مع الرغبة النفسية لقائلها، فرحا أو ألما أو تأييدا أو معارضة. وهذا باب واسع، الإيحاءات النفسية الآيات القرآنية أنت ممكن تكتب فيها مش أقل من 10 مجلدات، مجلدات ولا تكفي فيها، بل تحتاج لأكثر من ذلك. ليس الذكر كالأنثى، ربنا هنا قال ليس الذكر كالأنثى. عرفنا معنى أنثى، بنات حواء الرقة الليونة الشاعرية الجاذبية وهكذا. الذكر اختيار الكلمة تتناسب مع شخصية هذا الذكر، ذكر. والذكر في اللغة كلمة تقوم على القوة والصلابة والخشونة والشدة، وهي مقابلة للأنثى كما قال تعالى وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. إخواننا حكمة ربنا أنه خلق هذا ذكر وخلق هذا أنثى، وسمى هذا ذكر وسمى هذه أنثى. والذكر في معنى القوة والصلابة، وربنا فطر الرجال غالبا على ذلك، الرجال غالبا. أجيال اليوم احنا ما لنا مال بعضهم يعني لا يتمتعون بهذا الصفات بعضهم، أما الأصل أن الرجل هذا سمي ذكرا قوي صلب، وسمي رجلا من الرجل، ومعنى الرجل يعني القيام والوقوف والمشي تحمل الشدائد، وربنا فطره على هذا، تحمل شدة ومشقة، فهو قائم على رجله فهو رجل، وهو ذكر قوي صلب يتحمل المشاق. هو يذهب ليشتغل ويتحمل مشقات، وامرأته في البيت لينة هينة بانتظاره، فإذا عاد إليها في المساء وجد عندها الرقة والليونة ونسي كل آلامه وتعبه من خلال الساعات الماضية. ربنا حكيم. هنا ماذا قال؟ ليس الذكر كالأنثى. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنه هناك أعمال في الحياة يصح لها الذكر ولا تصح لها الأنثى. سنة ربنا هذه وحكمة ربنا هذه. وهناك أعمال في الحياة تصلح لها الأنثى ولا يصلح لها الذكر. طبعا بيولوجيا هذا الحمل والولادة هي طبعا ما حداش ادعاها، هي عالم النساء. لكن حتى في الأعمال، الأعمال التي تحتاج إلى رقة ولين خاصة بالنساء، تحتاج إلى شدة وحزم وقسوة وتحمل، تحتاج إلى ذكور وليس إلى إناث. فإذا ما صار انقلاب في الأوضاع كما هو الحاصل في أيامنا هذه، الآن اليهود شياطين العالم، اليهود أخرجوا المرأة الأوروبية عن أنوثتها، عن أنوثتها وعن رقتها ولينها، وقالوا هو مش أحسن منك اطلعي زاحميه في المجتمع في سوق العمل، اشتغلي زيه وقومي بأعمال شاقة زيه واتعبي زيه. فإذا خالفت طبيعتها وأنوثتها حطمت شخصيتها ونفسيتها. بدك تضحك، رأيت مرة منظر فيلم فيديو على إناث، امرأة بدها تزاحم الرجل، زاحم الرجل، ايش عملت؟ بدها تاخذ وظيفته،
رأيناها في الصورة وهي على كومبريسة. كومبريسة والقاعدة بتشتغل وبتهزها هز وبتنطفض انتفاض. الرجل نفسه ما بيتحمل الكومبريسة. وهاي البنت الرقيقة اللي هذا وبتنطفض انتفاض من راسها لرجليها وبتقول لك. والبنت فرحانة زاحمت الرجل وأخذت وظيفته واحتلت وظيفته. قلت لها خيبك الله يا خيبانة أنت، شو جابك على الموقع هذا؟ خليك في البيت قاعد هناك مع مرايتك ومع بيتك ومع كذا، وخلي الكومبريسة للرجل ولكل وظيفته. ربنا قال وليس الذكر كالأنثى. لاحظ الآن ماذا يريدون؟ الآن يريدون جنسا ثالثا، الجندر. يسأل أوروبا عن الجندر. الآن يريدون أن تؤدي المرأة وظيفة الرجل وأن يؤدي الرجل وظيفة المرأة. بتقول له أقعد مع الأولاد ورضعهم وضبطهم وأنا طالع أشتغل، وعاد عندهم. هذه خلاف الفطرة، خلاف سنة ربنا سبحانه وتعالى. ربنا حكيم، جعل كل واحد يقوم بعمل. هذا الشيء. شيء آخر، كلاهما يكمل الآخر، الذكر والأنثى لما يتزوجان. فخشونته وصلابته وشدته وتحمله وصبره يضاف إلى لينها ورقتها وعاطفيتها، فيخرجان أسرة متكاملة. الأسرة تحتاج إلى مشاعر. ممكن الرجل ما بتحمل يظل مع أولاده الصغار، يعني هين ولين ويدلع وكذا، ما بتحمل، مش فاضي، بيطلع يشتغل. وتقعد البنت الأم مع أولادها عمره سنة ونص وأكثر وأقل، وتقعد تلعب هي وتتناغي وتدلع وتطلع في وجهه، يطلع في وجهها وترضع، وكم تعطيه من حنانها ومشاعرها ورقتها وكذا. فكلاهما يكمل الآخر، والبيت أو الأسرة تقوم على جانب شدة وتحمل وصبر، وتقوم على جانب رقة ولين. لما يلتقي الأمران معا تكون أسرة سعيدة. أما المرأة تقول له أنت مش أحسن مني، وأنا مش لينة، وأنا أخشن منك، ومش جنس لطيف، وأنا زي زيك، وأنا إنسانة وأنت إنسان، وتتعال نتصارع أنا وياك وملاكمة ومصارعة، الأسرة تضيع، ما بتضبط، ما بصير أسرة. لأن هنا استكمال الإيجابيات عنده وعندها. هذا شيء. شيء آخر لا يفهم من هذا، أن الذكر هو الأفضل باعتباره ذكر. أرجو الانتباه. أحيانا عالم الرجال بيقولوا نحن أفضل، الله خلقنا رجال أفضل منهم، الله خلقهم نساء. ليس التفضيل عند ربنا يقوم على الجنس، الذكور أفضل من الأنوثة، حاشا لله. وربنا عادل، ولا يظلم ربك أحد. إيش ذنبها هي؟ الله خلقك أنثى، طبعا أحسن منها؟ لا. التفضيل عند ربنا هو أساس التقوى وليس الذكورة، وليس الذكورة. ولما ربنا قال ليس ذكر كالأنثى في الأعمال وليس في الفضائل أو في التفضيل، ربنا ماذا قال؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قد نرى امرأة صالحة، أنثى رقيقة هينة لينة، تقدر تمشي 10 أمتار من ليونتها ورقتها، لكنها إيمانها أفضل من آلاف الرجال غير الصالحين مثلا. وقد نرى رجل حازم وصلب عنده إيمان وتقوى أفضل من آلاف النساء غير الصالحات. وذلك لما ربنا هنا قال ليس ذكر كالأنثى من موضوع الأعمال، ليس من موضوع التفضيل عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا ربنا جعل قوامة في الأسرة، الرجال قوامون على النساء. تقويم قوامة بمعنى إدارة شركة. القوامة يا سادة إدارة شركة، والشركة يديرها إنسان صاحب تفكير وصاحب تخطيط وعنده بعد نظر وما عنده اندفاع وما عنده عاطفية وعنده بحسبها حساب دقيق، القوامة له. والقوامة لا تعني الفضيلة، كونه هو القوامة له ليس أفضل منها. إذا كانت امرأة أتقى منه هي أفضل منه عند الله سبحانه وتعالى. القوامة
والأعمال شاقة شيء والفضيلة شيء آخر، تقوم على التقوى عند الله سبحانه وتعالى. طيب، وليس الذكر كالأنثى، انتهت الجملة هنا المعترضة بهذه الآية. بعدها ماذا قال؟ عاد إلى كلام أمها، وإني سميتها مريم، قالت ربي إني نظرت لك ما في بطني محررا، وهنا ربي إني وضعتها أنثى، الآن وإني سميتها مريم، ذكرت اسمها سميتها مريم. تذكر اسمها لماذا؟ للتأكيد على أن هذا خلاف ما توقعته أو ما أملته، وأعطت اسمها سمتها مباشرة. طبعا هذا كان بعد أن وضعتها مباشرة، لعله لم يمضي على ولادتها إلا دقائق، خلفت شافتها بنت بس سميتها مريم. وفي هذا إشارة إلى أمرين، أمر الأول أنه يستحب ومن السنة أن يسمى المولود، انتبهوا، أن يسمى المولود منذ الدقائق الأولى لولادته ذكر أو أنثى. بعد ما تولد أمه بدقائق تسميه فلان، سميها فلانة. طبعا هذا معناه يكون الزوجان عاملين جلسات حوارية وتشاورية ومتفقين انه اذا كان بنت نسميها فلانة واذا كان ولد نسميه فلان، مش بعد ما تخلف بعدين نروح يعمل وياها مشاورات. فمن الاولى، وهذا كان سنة النبي عليه السلام، كانت الصحابة يقول يا رسول الله اتاني مولود، قل سميه كذا، قال سميه عبد الرحمن احد الصحابة مثلا. إذن هنا مباشرة بعد ان يولد يسمى مباشرة، مش بعد اسبوع او شهر او كذا. الامر الاخر، سميتها مريم، اختارت اسم مريم. لست مع الذين يريدون او يحاولون ان يبحثوا عن معنى مريم في اللغة العربية، فمريم اسم عالم اعجمي، سميتها مريم، ونوع من الصرف للعالمية والعجمة، منصوب بالفتح مش تنوين، ليس له معنى في العربية، زي عمران وزي بعدها ابن عيسى فيما بعد، أسماء عجمية ليس لها معنى في العربية وليس لها اشتقاق في اللغة العربية. مريم يعني مريم. لكن أقول كلمة هنا، مريم لما كبرت وأنجبت عيسى بعد ذلك عليه السلام في بلادنا فلسطين وفي الأردن، المشروب بتاع المعدة والمغص اللي اسمه الميرمية، هذا أساس اسمه المريمية، لمعلوماتكم هو أساس اسمه المريمية، قيل والذمة على العهد على الراوي على القائد، إنه لما أنجبت مريم عيسى فيما بعد أكلت من ذلك الرطب الجني، قال كان بجانبها هذه العشبة الميرمية بتاعت المغص والمعدة كما قالوا، فأكلت منها فزالت مغص الرحم وغير ذلك، وسميت ميرمية لأنها مريم أكلت منها. وأول ما سميت كان سمى مريمية وليس ميرمية، مريمية كما قيل أنها أكلتها من هذا على ذمة فلاحين فلسطين، والله تعالى أعلم على ذمتهم، أما يعني لعله في لها اعتبار بهذا الأمر. يعني مريم ذكرت اسمها، وفي هذه إشارة أخرى أنه لا يستحيا من ذكر اسم البنت أو المرأة. بعض الناس في زماننا في إخواننا بيستحي يقول لك أنا والله اسم زوجتي فلانة، كلنا حافظين أسماء زوجات النبي عليه السلام، عائشة وحفصة وميمونة حافظينها وما في أي حرج، أما يقول لك اسم زوجتي فلانة إيه بتحرج، اسم أمي فلانة بتحرج، اسم بنتي فلانة بتحرج. ليش تتحرج؟ ذكرت اسمها مريم وتسميتها تكليما لها، لما سمي بنتك حفصة ولا عائشة ولا كذا هذا تكليم لها، أما تقول والله يا بنت تقول يا حفصة، فرق بين حفصة بين بنت وتناديها، ولو عرف الناس اسمها ما في حرج في هذا. هنا سمتها وذكرت اسمها مريم. لطيفة سريعة، مريم
هو اسم الأنثى الوحيد المذكور في القرآن، الوحيد، ما في اسم غيرها مذكور بالاسم. وعيسى هو عيسى ابن مريم. لماذا اسم الوحيد المذكور أمة سمتها مريم؟ عشان يكذب الخورى بعدين، القساوسة الرهبان بعدين كانوا يقولوا عيسى ابن الله، يقول لهم عيسى بن مريم أمها سمتها لما ولدتها سمتها مريم، كيف تقولوا ابن الله؟ هو ابن مريم. لا، وهذا من لطائف حقيقة التعبير القرآني، سميتها مريم. بعدها ماذا قالت؟ وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هذه الجملة أيضا إشارة إلى قوة إيمان هذه المرأة أمها واعتمادها على الله وإقبالها على الله تعالى. سمت البنت مريم وسلمتها لرب العالمين، قالت يا رب هذه لك، خلاص أوفت بنذرها، أوفت بنذرها محررا. أعيذها بك، أعيذ، والإعاذة الحماية، الحماية، استعاذ بالله يعني احتمى بالله. يا رب هذه أجعلها عندك، أطلب منك أن تحميها وأن تحرسها وأن تبعد الشيطان عنها، هي وذريتها. أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. لم تكن أمها تعلم الغيب، لعل أمها توقعت أن البنت لما تكبر راح تتزوج وتخلف صبيان وبنات، والله أعلم كم ولد وكم بنت، ويكون لها ذرية ويكون لها أحفاد بعدين، وقتل أحفادها. الجدة هكذا قد تفكر، هكذا تشوف أولادها وتشوف أحفادها وتشوف هكذا، لعلها توقعت هذا لما قالت ذريتها. ولم تكن تعلم هذه المرأة المؤمنة الصالحة بما يقدره رب العالمين لهذه البنت، حيث ستنجب عيسى بدون أب، ولن تتزوج ولن تنجب غيره، وستبقى العذراء البتول العفيفة الطاهرة المقبلة على الله، ليس لها ذرية إلا عيسى المولود بآية من آيات الله تعالى. هذا حقيقة معنى ملحوظ ومراد في هذا، من الشيطان الرجيم. تعلم المرأة هذه الشيطان وعداوة الإنسان، ولهذا تريد أن يحميها ربها من الشيطان الرجيم. في المقام هذا بالذات إخواننا الكرام، أخبرنا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أن الشيطان سلط على جميع المخلوقين من بني آدم إلا مريم وابنها عيسى. تصور، فكيف استجاب الله دعاء أمها لما قالت أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم؟ قال فالشيطان لم يسلط على تلك الفتاة مريم، ولما أنجبت عيسى لم يسلط على عيسى. الحديث ماذا قال؟ قال كل مولود يولد ينخسه الشيطان في جنبه، ينخسه الشيطان في جنبه يعني في خاصلته فيبكي. لماذا الولد لما ينزل مطن أمه بيبكي على طول؟ بيقول الشيطان يلعب معاه، ينخسه في جنبه، يزغزغه، فيبكي بنخسة الشيطان. قال إلا عيسى ابن مريم عليه السلام لما ولد جاء ليضربه في جنبه فضرب في الحجاب الذي يحميه عن، فوقعت الضربة في الملابس اللي على عيسى وليس في بدن عيسى نفسه، فاستجاب الله دعاء أمها حيث أعاذها هي وابنها عيسى من الشيطان الرجيم بهذا الاعتبار. نختم بهذا كلامنا ومن هذا، والله تعالى أعلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.